رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر الطيبية صباح اليوم. وعقب الجلسة أتلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي: بمناسبة فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، فقد أشاد مجلس الوزراء بما حققته السلطتان التنفيذية والتشريعية من إنجازات بفضل التعاون بينهما على الصعيدين التشريعي والرقابي خلال هذا الدور، والذي اتسم بإنجازات مميزة ينتظرها الشعب البحريني الكريم، ولعل من أهمها وأبرزها إقرار وإصدار قانون الأسرة وقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة وقانون العقوبات والتدابير البديلة وغيرها من مختلف التشريعات، مشيدا مجلس الوزراء بتعاون مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة لتعظيم الإنجاز الوطني بما يكرس نجاح التجربة النيابية كأحد ثمرات المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل بلاد المفدى. بعد ذلك نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بجمهورية مصر العربية. وقد رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بهذه المناسبة، مشيدا سموه بما تشكله قاعدة محمد نجيب العسكرية التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط من إضافة جديدة إلى المنجزات المتميزة في سجل العسكرية المصرية. بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن تأييده للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على الأمن والاستقرار فيها وفي المنطقة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال عمليات أمنية ناجحة وموفقة، ومنها تلك التي تمت في القطيف مؤخرا. على صعيد ذي صلة، فقد أعرب مجلس الوزراء عن تأييده المطلق للإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة على خلفية ما يعرف بقضية خلية العبد للإرهابية، مؤكدا المجلس وقوف مملكة البحرين الكامل مع الدولة الشقيقة ومساندتها في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها. بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 6 وزراء يمثلون مختلف القطاعات الخدمية للقيام بزيارات ميدانية لبعض المناطق والقرى، وكلف سموه وزراء الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان والصحة والتربية والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية وشؤون الشباب والرياضة بزيارة منطقة أم الحصم وقرية لدراز والقرى الواقعة على شارع البديع لتفقد احتياجات الأهالي فيها ومتابعة المشاريع التي تنفذ أو الجاري تنفيذها والوقوف على احتياجاتها واستكمال النواقص فيها والتأكد من كفايتها من المرافق والطرق والصرف الصحي والمراكز الصحية والشبابية والمدارس والإسكان. إلى ذلك، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير المعالم السياحية وزيارتها وتنويع الفعاليات السياحية بما يوسع من دائرة الخيرات أمام السائح الذي يزور مملكة البحرين، موجها سموه إلى الاستمرار في تبني المبادرات والبرامج التي تحقق المزيد من الجنب السياحي وتسهم في تنشيط السياحة. وفي هذا الصدد، فقد نوه مجلس الوزراء بالنمو الذي تحقق على صعيد القطاع السياحي والذي عكسه زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي بنسبة 3.4% في نهاية العام 2015 و 6.1% في نهاية عام 2016. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي: أولا، أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه للنمو الكبير الذي حققه القطاع غير النفطي، حيث حقق نموا قدره 4.3، مؤكدا المجلس حرص الحكومة على العمل على زيادة نمو هذا القطاع إلى معدلات أعلى لما يشكله من أهمية في التنمية الاقتصادية، مستعرضا المجلس ضمن هذا السياق أهم المؤشرات الاقتصادية التي تم تسجيلها خلال الفصل الأول من عام 2017 من خلال مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والتي كان من أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% فيما بلغت القيمة المضافة للناتج المحلي 3 مليارات دينار بحريني، بينما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 100.9% في الربع الأول من 2017.
مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2016. أما إجمالي الصادرات فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 22.4%، في حين سجل إجمالي الواردات زيادة سنوية بنسبة 7.4%، علما بأن إجمالي حجم التبادل السلعي غير النفطي قد بلغ 1.085 مليار بحريني. وقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية على الربع الأول من العام 2017 كذلك أن عدد التراخيص الاستثمارية بلغ 30 ترخيصا، بلغت الاستثمارات فيه حوالي 17 مليون دينار. ثانيا، بحث مجلس الوزراء تعديل قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويتضمن التعديل السماح لبعض الجهات الخدمية التي تدخل السلائف في مجال عملها باستيراد وتصدير ونقل هذه المواد تحت إشراف وزارة الصحة، ودمج مهام اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة معالي وزير الداخلية، إلى جانب بعض التعديلات التنظيمية الأخرى بوزارة الصحة ذات العلاقة بالموضوع. وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمقدم من سعادة وزيرة الصحة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية للدراسة. ثالثا، أحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، والمعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله. رابعا، بحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات برغبة، الأول يتعلق بمزاد عرض الأرقام المتناسقة أو المميزة، والثاني بالمسارات المرورية، والثالث باستثمار جزء من أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والرابع بشأن خدمات هواة الصيد. وقد وافق على مسودة رد الحكومة على هذه الرغبات التي عدتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.